السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في الفيديو الأول من هذه الدورة، حيث سأشرح لكم طريقة تنزيل برنامج الآر وبرنامج الآر ستوديو. إذن فلنبدأ على بركة الله. إذن من أجل تنزيل برنامج الآر على الويندوز، لقد وضعت لكم الرابط جاهزا، وستجدون كل الروابط التي سنستخدمها في ملف مرافق لهذا الفيديو. من أجل تنزيل برنامج الآر على الويندوز ننسخ الرابط التالي، يعني نذهب إلى جوجل ننسخ الرابط الذي نسخناه، يعني سنجد الصفحة التالية. سوف نضغط على Download R 3.6.1 for Windows، نضغط هنا بالضبط وسيبدأ التنزيل. يعني بعد نهاية التنزيل ستجدون البرنامج على الشكل التالي. نضغط على هذا البرنامج ونتبع الخطوات التي لدينا. نضغط وي، نختار اللغة لمن يريد الإنجليزية، يعني توجد الإنجليزية فوق إنجليزية هنا. نضغط OK ونتبع الخطوات التالية. خطوات يعني جد بسيطة، وننتظر نهاية التنزيل. البرنامج يعني سبق ونزلته على الحاسوب، لذلك لن أعيد تنزيله. سنمر الآن إلى الخطوة التالية. إذا كما ترون بعد التنزيل هذه هي واجهة برنامج الآر، ويتكون فقط من كونسول حيث نكتب الكود الخاص بنا هنا، وهنا أيضا تظهر النتيجة. يعني وسنرى هذا بشكل دقيق عندما نبدأ باستخدام هذا البرنامج. الآن سوف نمر لتنزيل الآر على يعني جهاز الماكينتوش، يعني هذا هو الرابط، يعني هذا هو الرابط أيضا لتنزيل برنامج الآر على جهاز الماك. ننسخ الرابط يعني، وبعد نسخ الرابط نذهب إلى جوجل ونقوم بنفس العملية يعني كما قمنا بها من أجل تنزيله على الويندوز. يعني هذا هو موقع تنزيل برنامج، الموقع الرسمي لتنزيل برنامج الآر على الماك. نذهب إلى هذه النقطة R 3.6.1.1PKG، يعني ونضغط هنا، وسوف يبدأ تنزيل برنامج الآر كما ترون هنا. يعني وبعد التنزيل يعني نتبع الخطوات يعني التي تكون جد بسيطة من أجل تنزيله على الماكينتوش. والآن سوف نقوم بتنزيل برنامج الآر ستوديو. نأخذ رابط تنزيل برنامج الآر ستوديو، نذهب إلى جوجل ونلصق الرابط. يعني هذا هو الموقع الرسمي لتنزيل برنامج الآر ستوديو، يعني نرى هنا، نضغط على يعني النسخة المجانية من R Studio Download، يعني ونجد هنا مختلف نسخ R Studio التي سنستخدمها. هذه من أجل جهاز Ubuntu، لينكس، ديبيان، فيدورا أيضا. من أجل جهاز الماك R Studio for Windows، يعني for Windows 10، Windows 8، Windows 7. ونضغط هنا يعني وسوف يبدأ التحميل يعني مباشرة. وكما ترون البرنامج يعني قيد التحميل. إذا بعد تحميل برنامج الآر ستوديو نجده على هذا الشكل. نضغط Entrée، نضغط Suivant Installé. إذن كما ترون تم التنزيل بنجاح. نضغط على فيرمي. إذن هذه هي واجهة البرنامج كما ترون، برنامج الآر ستوديو الذي سنشتغل عليه.
وكما ترون يعني ينقسم هذا البرنامج يعني إلى 4 أقسام. نرى القسم الأول ها هنا، يعني هذا الجزء هو الجزء الخاص بكتابة الكود، يعني بكتابة يعني السكريبت الخاص بنا. وهنا يعني الكونسول، يعني هنا تظهر نتيجة يعني الكود الذي كتبناه. عندما نضغط على run أو execute تظهر النتيجة هنا. يعني والجزء الثالث هنا يعني خاص بحفظ يعني المتغيرات والمعلومات يعني والدوال التي استخدمناها يعني في كتابة السكريبت. يعني هذا الجزء هنا خاص يعني بحفظ هذه المعلومات. كما ترون history، وهنا نجد مختلف يعني المتغيرات التي استخدمناها يعني أثناء البرمجة. أيضا فيما يخص الجزء الرابع هنا نجد معظم الملفات التي تم رفعها فايل. بالنسبة لنافذة بلوتس يعني تظهر لنا معظم المخططات والرسوم البيانية التي تمت برمجتها. وفي الباكيجز نجد الحزم التي يتم استعمالها، كما أن هناك يعني نافذة خاصة بالمساعدة هيلب في حال احتجتم إلى تفاصيل حول متغير أو دالة ما. إذا كان هذا يعني كل ما يخص تنزيل برنامج الآر والآر ستوديو. لم يبقى لي إلا أن أضرب لكم موعدا في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.